بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا أحمد القطان يريد أن يطعمني ميتة حلال وهي الجراد. أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. وهذه الجرادة شوفوها، هذه الأنثى اسمها مكنة، هذا في داخلها بيض ما شاء الله، إيه زي صفار البيض. وبعدين هذا يطير، أيوة، ولا عبروا المحيط وتعبوا، إيه قسم منه فدائيين صح، ينزلون في المحيط يموتون ويطبون الباقي فوقهم على أساس أنهم إنقاذ ليه ما يريحون، وبعدين يروحون واللي تحت هذيلة ماتوا غرقوا يأكلونهم الأسماك. سبحان الله. نعم. فإذا الإنسان اللي راكب البحر وجوعان ولا عنده أكل يشوف الجراد هذا في البحر ميت غرقان فوق طافح، سبحان الله، يأكل منه. آمنت بالله. إيه لأن حلال. صح. وهذه الآن بعلمك شلون طريقة أكلها. أيوة أيوة. طبعا تشيل منها العصقول، هذا اسمه عصقول. أيوة. وفي أطرافه شوك، هذه اللي هي تقفز فيه. أيوة. تقفزت الإقلاع تطير. اللي هي الأرجل يعني الخلفية. الأرجل الخلفية. أيوة. وهذه الأرجل الوسطية. برضو نشيلها. أي أربع نشيلهم. هاي ثنتين شلناهم. أيوة أيوة أيوة. وهاي ثنتين شلناهم. أيوة. وبعدين هذه الجرادة جاهزة للأكل. هي مطبوخة مسلوقة ولا مقلية؟ مسلوقة. أي مسلوقة بالماء. طيب. والماء طيب. والملح الخفيف. أيوة. أيوة حتى قرش. بسم الله. وتأكل. بسم الله ما شاء الله. خلني أصورك. صورني انا صور او صور نفسك كيف ما ادري انت صورني يلا هالشكل شيخ هذه اكلها اي كلها مره واحده ايوه بسم الله ها تلقى فيها بيض الحين طعم البيض لذيذ جدا مثل الروبيان شيخ طبعا واحلى بعد اول مره بحياتي الله يرضى عليكم امين وهذا الحين نحطه بالصحن حق الربع يجون يلا ياكلونه ويستانسون فيه هذا أنا طابخة وهدية مني للشباب هذا الجراد المذكور في الحديث وفي الآيات القرآنية هذا من جنود الله يقول عليه الصلاة والسلام الجراد من جنود الله لأن الله ضرب في فرعون نعم وأرسلنا عليهم الجراد والقمل لا أول شيء الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وبعدين آخر شيء الرجز سبحان إيه الله بعدين سلموا خلاص الله يعطيك العافية آمين.